الأسطورة 12، أسطورة 12، الرب بين الحقيقة والتأويل المفقود. الرب بين الحقيقة والتأويل المفقود. ربما بعض الكلام يأتي على نحو أو بصيغة، عفوا، يأتي بصيغة توحي للمقابل أنها فكاهة أو مزحة، لكنها ليست كذلك. نحن ما نقوله الآن بالرغم من بساطته فهو يرجع إلى برهان تام، إلى برهان فلسفي، إلى برهان عقدي، إلى برهان كلامي تام، حجة تامة دامغة. لكن ما ليس عندنا إلا أن نتحدث بهذه الأمور البسيطة وبهذه النقوض البسيطة الواضحة على منهج التكفير الداعشي التيمي، حتى لا نجعل الشبهات والفتن في أذهان البعض ويؤدي إلى الانحراف، أو يؤدي على أقل تقدير عدم الفهم. إذن أقول أسطورة 12، الرب بين الحقيقة والتأويل المفقود. قالوا رأيت ربي في صورة شاب أمرد له وفرة جعد قطط في روضة خضراء، شاب أمرد من دونه ستر من لؤلؤ، رجليه في خضرة قدميه في خضرة، عليه حلة خضراء، شاب موقر في خضر، عليه نعلان من ذهب وعلى وجهه فراش من ذهب، شاب موفر في خضر على فراش من ذهب وفي رجليه نعلان من ذهب، شاب ذي وفرة قدماه في الخضرة، إلى آخره. الكلام في خطوات. خطوة أولى، أقول لم يتطرق أي واحد من التيمية، التفت جيدا، لم يتطرق، قلت هنا هذا برهان تام، حجة تامة دامغة، حجة فلسفية، حجة كلامية، حجة منطقية على التيمية وعلى غير التيمية. أقول الكلام في خطوات، لم يتطرق أي واحد من التيمية إلى تأويل حديث الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط. ارجعوا إلى كل الكتب، أنا لم أستقرأ الجميع لكن استقرأت الكثير، لا يوجد أي تأويل لهذا الحديث، لا يوجد أي تأويل لهذه الرؤية. إذن أقول الخطوة الأولى، لم يتطرق أي واحد من التيمية إلى تأويل حديث الشاب الأمرد الوفرة جعد القطط، فهل عجزوا عن التأويل؟ التفت، سؤال مهم، سؤال في الصميم، فهل عجزوا عن التأويل أو أنه مطابق ومماثل وحقيقة وواقع لا يحتاج إلى التأويل؟ طبعا الثاني، بعد أن قرأنا قبل قليل ماذا يقول ابن تيمية؟ يقول هذه رؤية واقعية، هذه رؤية عين، تقتضي رؤية عين، إذن هو مطابق ومماثل، فهل يحتاج إلى التأويل؟ الرؤية المطابقة تحتاج إلى التأويل، لا تحتاج إلى التأويل. إذن أقول لم يتطرق أي واحد من التيمية إلى تأويل حديث الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط، فهل عجزوا عن التأويل أو أنه مطابق ومماثل وحقيقة وواقع لا يحتاج إلى التأويل؟ أقسم بأن ابن تيمية يقول بأنه مطابق ومماثل وحقيقة وواقع ولا يحتاج إلى التأويل، كما ذكرنا قبل قليل الشاهد على هذا. الخطوة الثانية، إذا كان يحتاج إلى تأويل فليجتمع مفسرو الرؤى والأحلام من الإنس والجن من التيمية، من الإنس التيمي والجن التيمي، ليجتمعوا جميعا ومن غير التيمية وليفسروا ويؤولوا لنا رؤية الشاب الأمرد الوفرة الجعد القطط. ننتظر الاجتماع وننتظر ماذا سيؤول هذا الحديث وهذه الرؤية في الحديث. الخطوة الثالثة، أقول فما هو تأويل الشاب؟ الآن سأعطيهم، الآن حتى يعني ما قبل الاجتماع سأعطيهم خريطة العمل، الأسئلة، وسهل عليهم الأمر وعليهم أن يأتوا بالإجابات بعد الاجتماع، اجتماع الإنس والجن التيمي. أقول فما هو تأويل الشاب؟ وما هو تأويل الأمرد؟ وما هو معنى وتأويل الوفرة له وفرة؟ وإلى ماذا يؤول الجعد؟ وما هو تفسير القطط؟
فليذكروا لنا تأويل وتفسير ومعنى وتطبيق بمصداق كل مفردة من مفردات الرؤيا. خطوة رابعة، ليبينوا لنا ما هو تأويلهم للروضة الخضراء التي كان يتنزه فيها رب التيمية الأمرد، وما تفسيرهم وتأويلهم للحلة الخضراء التي كان الرب يتحلى بها. هل باستطاعتهم أن يخبرونا تأويل الستر اللؤلؤ الذي كان يستتر به الرب؟ هذه خطوة خامسة. هل باستطاعتهم أن يخبرونا تأويل الستر اللؤلؤ التي كان يستتر بها الرب؟ ومن أي شيء يستتر؟ هل باستطاعتهم أن يخبرونا تأويل الستر اللؤلؤ التي كان يستتر بها الرب؟ وما تأويلهم وتفسيرهم لقدمي أو رجلي الرب وهما في خضرة؟ هذه خطوة سادسة. وما تأويلهم وتفسيرهم لقدمي أو رجلي الرب وهما في خضرة؟ خطوة سابعة، واستفهامات تأويلية أخرى حسب رواية أم الطفيل. فما هو تأويل مجتمع الإنس والجن التيمي للرب؟ وعليه نعلان من ذهب، أو في رجليه نعلان من ذهب. الخطوة الثامنة، توجهوا لهم بتلك الاستفهامات واحصلوا منهم على الأجوبة والتأويلات والتفسيرات الأسطورية الخزعبلاتية. خطوة تاسعة، واسألوهم أيضا عن تأويل كون ربهم على وجهه فراش من ذهب، وهل كان يغطي وجهه من حر أو برد أو شمس أو ريح أو غيرها، أو كان الله التيمي محتشما محجبا لا يجوز له كشف وجهه أمام الأجانب؟ وعلى هذا فلماذا فقط حرم عليه كشف الوجه فقط ولم يحرم عليه كشف الشعر الوفرة الجعد القطاط؟ وإذا كان محجبا ومغطى الوجه فكيف عرف النبي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ونبي التيمية لعنه الله، فكيف عرف نبي التيمية؟ ومع الرواية نقول، كيف عرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه شاب أمرد إذا كان مغطى الوجه؟ كيف عرف أنه شاب أمرد؟ الخطوة العاشرة، هل تلك الاستفهامات وواقعيتها وما يترتب عليها من تهافت وتناقضات تفرض عليهم دفع بعض تهافتهم وتناقضاتهم بالقول أن الروايات متعددة بعدد مرات الرؤى، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله قد رأى ربه مرات ومرات، وكل مرة يكون الرب هيئة خاصة وبملابس خاصة وبوضعية خاصة وفي روضة خاصة وفي نزهة خاصة؟ الخطوة الحادية عشرة، استفهامات كثيرة جدا جدا ولتنوير أفكار المؤمنين وسعق إبليس الحشوية المشبهة المجسمة الضالين، أضيف بعض الاستفهامات نريد أجوبتها مع تأويل وتفسير كل جواب منها. خطوة ثانية عشرة، فهل الله التيمي شاب أو ليس بشاب؟ وهل هو أمرد أو ليس بأمرد؟ وخطوة ثالثة عشرة، هل لرب التيمية رأس أو هو بدون رأس؟ وإلههم أبو رأس، أبو رأس، وإلههم أبو رأس، هذا أبو رأس إلههم، إلههم أبو رأس، هل هو أصلع أو ليس بأصلع؟ خطوة 14، رابعة عشرة، خطوة 14، وإذا لم يكن أصلع فهل شعره وفرة أو ليس بوفرة؟ خطوة 15، وهل شعره جعد متقبض ملتوي أو أن شعره أملس مسرح مرسل مسترسل مسترسل صبط صبط مصبط شعره مسرحة كما يقال، أو أنه لا هذا ولا ذاك؟ خطوة 16، خطوة 16، وهل شعره قطط قصير أو أن
شعره طويل أو لا هذا ولا ذاك. خطوة 17، وهل كان يلبس العمامة أو القلنسوة أو شيء آخر يغطي به رأسه، أو أن رأسه كان حاصرا مكشوفا بدون غطاء، أو أنه لا هذا ولا ذاك، فهو لا بغطاء ولا بلا غطاء. خطوة 18، وهل يخبرنا جماعة التوحيد التيمي الأسطوري عن سبب وجود الإله الشاب الأمرد في الروضة الخضراء، وماذا كان يفعل، وهل كان أكبر من الروضة أو هي أكبر منه، وهل كان قائما أو جالسا أو مستلقيا في الروضة؟ خطوة 19، قالوا شاب في روضة خضراء، رجليه في خضرة، قدميه في خضرة، عليه حلة خضراء. طبعا يوجد نقاط فلذلك تأتي رجليه وليس رجلاه، يعني مقتبسات من نفس الروايات. شاب في روضة خضراء، رجليه في خضرة، قدميه في خضرة، عليه حلة خضراء، موقر في خضر، موفر في خضر، قدماه في الخضرة. أقول ما هو سر اللون الأخضر، وما هي حقيقته، وما تأويلاته؟ وسؤال بريء للاحتجاج، حجة تامة دامغة، سؤال بريء. فهل الأخضر يدل على أنه مشجع رياضي محترف؟ ولكن لماذا لا يخبروننا هل أنه يشجع الفريق العراقي أو الفريق السعودي، فكلاهما يرتدي الأخضر؟ الخطوة 20، لا بأس بالصلاة على محمد وآل محمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، اللهم صلي على محمد وآل محمد. الخطوة 20، في ختام هذه الأسطورة أقول أليف وباء وجيم ودال، إن كان جوابهم بالتأويل فقد ناقضوا أنفسهم وخالفوا منهجهم من عدم التأويل. لاحظ الآن عندنا أسئلة وعندنا استفهامات، وعندنا أسئلة واستفهامات عن معاني، وأسئلة واستفهامات عن تأويل رؤية. فهنا الكلام عن التأويل للمعاني. أقول إن كان جوابهم، يعني يقول يقصد بروضة خضراء كذا، ويقصد بأن قدمي في خضرة كذا، وحلة خضراء كذا، وموفر أو موقر كذا، والشاب معناه كذا، كتفسير كمعنى استخدم التأويل والمجازات. أقول إن كان جوابهم بالتأويل للمعاني، لاحظ ليس التأويل الرؤية، إن كان جوابهم بالتأويل للمعاني فقد ناقضوا أنفسهم وخالفوا منهجهم من عدم التأويل، وعليهم التسليم بصحة وحلية منهج المعتزلة والأشاعرة والشيعة في التأويل في موارد التشبيه والتجسيم، أعاذنا الله من المشبه المجسمة. المعتزلة، الأشاعرة، الشيعة يلتجئون إلى التأويل متى؟ في الموارد التي فيها تشبيه وتجسيم، يقولون هنا لا يراد به المعنى الصريح، لا يراد به المعنى المنسبق، لا يراد به المعنى الحقيقي، وإنما يؤول، يراد به المعنى الآخر، يراد به المعنى المجازي، يراد به المعنى الثاني بالقرب، المعنى الثاني الذي ينسبق إليه الذهن، وهكذا. هذا أليف. باء، وإن كان جوابهم بالإيجاب ولو على سؤال واحد من تلك الأسئلة، عنده رأس، عنده شعر، عنده قدم، عنده وجه، وإن كان جوابهم بالإيجاب ولو على سؤال واحد من تلك الأسئلة فقد شبهوا وصاروا مشبهة، وتعالى الله عما يقول المشبهة الضالين. جيم، وإن كان جوابهم بالإيجاب على كل الأسئلة فقد ثبت أنهم مشبهة مجسمة وأرباب التشبيه والتجسيم، ومنبعه وأصله، يعني بين قوسين تجسيم أصلي يعرفه أهل العراق، يعني تجسيم أصلي خط ونخلة وفسفارة. دال، وإذا كان جوابهم بالسلب
على كل الأسئلة، فنفوا عن الله كل ما رأوه في المنام. فهنا الطامة الكبرى، فإنهم لم يروا الله في المنام بل رأوا الشيطان. دال وإذا كان جوابهم بالسلب على كل الأسئلة فنفوا عن الله كل ما رأوه في المنام، فهنا الطامة الكبرى فإنهم لم يروا الله في المنام فإنهم لم يروا الله في المنام بل رأوا الشيطان بصورة شاب أمرد وفرة جعد قطط. والمصيبة الكبرى أنهم يزعمون أنهم موحدون وأهل توحيد ويقتلون الناس بدم بارد وبوحشية منقطعة النظير. نعم إنهم أهل توحيد الشيطان، إنهم يوحدون الشيطان، يوحدون الإرهاب، يوحدون الجريمة، يوحدون سفك الدماء. إنهم أهل توحيد الشيطان والإرهاب والإجرام. فالرواية الساقطة باطلة جزما مهما كان رواتها، فلا قدسية لأحد أبدا ولا لكتاب غير القرآن أبدا، مع التشبيه والتجسيم. لا قدسية لأي كتاب ما عدا القرآن، مع التشبيه والتجسيم وتنزيل الشيطان منزلة الله سبحان الله وتعالى عما يقول الحشوية الدواعش التيمية المفسدون.